تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تنظم جمعية سيدات الأعمال البحرينية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو مؤتمر تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار، وذلك في إطار الاحتفال العالمي بأسبوع ريادة الأعمال يوم 20 من نوفمبر القادم. وأعربت جمعية سيدات الأعمال البحرينية عن شكرها وتقديرها إلى جلالة الملك المفدى وصاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد على دعمهم المستمر للمرأة البحرينية. وخلال المؤتمر الصحفي رفعت أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية الشكر والتقدير إلى قرينة عاهل البلاد المفدى على دعمها المتواصل للمرأة البحرينية في كافة المجالات، كما أشادت بالرعاية الكريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للمؤتمر الصحفي، حيث تؤكد هذه الرعاية اهتمام سموه بالشباب والشابات البحرينيين في مختلف مجالات العمل، لا سيما أن سموه يعتبر إحدى الشخصيات الملهمة التي أوصلت العديد من الشباب البحريني إلى تحقيق أهداف كثيرة في الابتكار وريادة الأعمال. وكشفت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية عن جلسات المؤتمر، حيث أكدت أن المؤتمر سيحول أنظار العالم إلى مملكة البحرين، وهو يحقق العديد من الأهداف في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030. من جانبه أكد الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو في مملكة البحرين أن دعم جلالة الملك المفدى ورئيس الوزراء الموقر وولي العهد وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أساس نجاح سيدات مملكة البحرين في كافة المجالات.